نحن خلينا نتمنى ان تكون حياتنا حلوة وما يكون فيها مشاكل تنغص عيشتنا. يا رب. أكيد مانك مرتبط مع حدا بنهاية الأسبوع؟ ليش؟ شوفي؟ معقول هالحكي مهند؟ نسيت إنه السبت عيد ميلادي؟ لا ما نسيت. بلا كذب. طيب قلي قديش بيكون بالشهر؟ بكفي بشرة. اليوم قديش بالشهر؟ والله ما عم بتذكر. بس بعرف انه بيكون يوم السبت وخبرت الكل. مو معقول قديش بتكذب. سمر، الدكتور قالي انه صار وضعه احسن بكتير هلا. عن جد؟ وقال اتركوها هلا، خلوها ترتاح. وهيك رأيي، خلونا نروح. سمر روحي بسيارتي. انت معك سيارة؟ اي معي. لازم نروح نجيب الأغراض من البيت. بكره بتصير بتسأل عن قمصان نوما. انا بروح بجيبه. انت شو بيعرفك؟ انا وبيسان رح نروح نجيبهم، مو هيك بيسان؟ كاتيا بتجهزه، ما في داعي تروحوا. نحن انتقلنا على الفندق. ليش؟ ما عاد فينا نسكن بالبيت. انت بتعرفي شو صار فيه. عم حس حالي كأني غريبة بهداك البيت. فهمت. لكن أنا رح روح جيبه. طيب ماشي. وأنا بجي معك كمان. إذا ما بدك لا تجي. لا، بدي روح معك. حبيبي بشوفك النساء. ديري بالك على حالك. خاطركم. هلا ما في أي خطر، الحمد لله على سلامتها. الله يسلمك. يلا بيسان. ديري بالك على حالك. لا تخاف علي. بخاطرك عدنان بك. نهاد. حابب احكي مع ابوك. خير شوفي؟ بدي اعرف شو عم يفكر ولوين بده يوصل. وزودها كثير. لازم احكي معه. ماشي. امبارح كنت بدي احرق البيت. ارتاح منه نهائيا. بيسان؟ أنا جنيت سمر، صرت خاف من حالي. تخيلي إنه كنت بدي أحرقه. ليش أنا ما فكرت بهالشي؟ لا تستغربي. ما عاد بدي أمي تفوت على البيت. ماشي حبيبتي، رح نلاقي شي طريقة. أهلا وسهلا مادموزيل. حزري شو اللي صار؟ فزتوا بالمباراة. مزبوط. ألف مبروك. طول الطريق وهو صارعني بهالخبر. عمو سليمان رح سافر على أنقرة مشان المباراة النهائية. يا عين عليك، والله أنت بطل. برافو. أنت عرقان حبيبي، روح بدل ثيابك. لا مو عرقان، أنا تحممت من المدرسة. اللي كم نقطة سجلت يا بطل؟ يلا اللي لشوف مشان نسجلهم. 6. ها؟ ايه بس هو دخل بالشوط الثاني وفاز بفارق 12 نقطة، 62 مقابل 50. هي 62 نقطة لصالح فريقنا، يعني 12 نقطة لصالح البطل. تفضلوا، هي الكعكة للبطل. يسلموا. كيف
كنت عم بقول انه اختي وبشير رح يجوا معي على المباراة. الله يخليك يا مدموزيل، تعي معنا. الله يوفقك. وبابا رايح، منروح كلنا مع بعض. بشير والمدموزيل بتعزمون بس نحن لا. انت ما فيك تترك المطبخ وتروح. عن جد بتروح؟ هو ما بيقدر يتركني لحالي. وانتي مدموزيل لازم تروحي معنا. الله يخليكي. ما حضرتي ولا مباراة لهلا. مراد لا تفرح، انا قلت لك بابا يمكن ما يروح. ما فيه يترك سمر خانو لانه امه كتير تعبانة. فيروز خانو اليوم طلعت من العناية المشددة. عن جد؟ ايه، عدنان بيك حكى معي وقال انه وضعه منيح. يا الله، معناها فين يروحوا. انت صاير فيك مثل الخروف يلي خايف على روحه واللحام عم يركض وراه. لا قصدي ان فرحت لفيروز خانو. يلا روحوا غيروا ثيابكم بعدين تعالوا كلوا. يلا بشوفك بشير. ان شاء الله بشوفك. Thank you.